فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. لو قال قائل هذه الآية أنزلت في غزوة أحد لما شج النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها نزلت لما دعا عليه الصلاة والسلام على هؤلاء النفر؟ لو قلنا إن هذه الآية نزلت مرة واحدة فنعقب بإشكال، ما هو هذا الإشكال؟ أن الفاء أتت وهي تفيد الترتيب والتعقيب، بمعنى أنه لما قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم نزلت ولم تتأخر، وكذلك هنا لما دعا على هؤلاء نزل. فإما أن يقال إنها نزلت مرتين، وإما أن يقال إن الفاء التي هنا للترتيب والتعقيب، ولكن الترتيب والتعقيب بحسبه، كما قال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة.